تحية لكم والسلام عليكم. نشاطنا الرئيس نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر. رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. في اليوم الثاني من امتحانات شهادة البكالوريا تقيد صارم بالبروتوكول الصحي وتكفل بتلاميذ المناطق النائية. وكاميرا التلفزيون ترصد الجانب النفسي لدى الممتحنين وانطباعاتهم حول الأسئلة. قرارات هامة لاستعادة مركب الحجار لدوره الاقتصادي الريادي ليكون قاطرة للاستثمارات الصناعية والصناعات التحويلية. رئيس المجلس الدستوري يؤكد أن مشروع تعديل الدستور يعد اللبنة الأساسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة. وسائل الإعلام العمومية تتجند في حملة لشرح مضامين مشروع تعديل الدستور. ووزير الاتصال يؤكد دورها في إنجاح هذا الموعد. تحية لكم. في المستهل أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى اليوم حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر شملت ترقية 131 رئيس دائرة وتحويل 110 رؤساء دوائر وإنهاء مهام 127 رئيس دائرة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى اليوم حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. وقد شملت هذه الحركة الجزئية السيدات والسادة الآتية أسماؤهم. أولا في سلك رؤساء المحاكم الإدارية: ألف التعيينات حمدي بولنوار رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة، فاسي ناصر رئيس المحكمة الإدارية ببشار، درويش عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة، جنادي جلالي رئيس المحكمة الإدارية بجيجر، زياتي عبد الله رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بالعباس، شعيب ثورية رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم، زقرير عائشة رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة. باء التحويلات: أدينية نسيمة الوظيفة الحالية رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة، منصب التحويل رئيسة المحكمة الإدارية بأشلف، لبصير فاطنة الوظيفة الحالية رئيسة المحكمة الإدارية بسطيف، منصب التحويل رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة، جزول نور الدين الوظيفة الحالية رئيس المحكمة الإدارية بتيارت، منصب التحويل رئيس المحكمة الإدارية بترمسان، بالبروات محمد رئيس المحكمة الإدارية ببشار، المنصب التحويل رئيس المحكمة الإدارية بتيارت، نوار عياش الوظيفة الحالية رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة، منصب التحويل رئيس المحكمة الإدارية بسطيف، شيخاوي لطيفة الوظيفة الحالية رئيسة المحكمة الإدارية بتلمسان، منصب التحويل رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت، جيم إنهاء المهام، بالقاسم فتيحة رئيسة المحكمة الإدارية بشلف، يونس محبوبة رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل، حنيفي الهاشمي عمر مليكة رئيسة المحكمة الإدارية عين تموشنت، شعد شملول محمد رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم تكليفه بمهام أخرى، غنيم مختارية رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بالعباس تكليفها بمهام أخرى.
مسليوي هاجيرة رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة لتكليفها بمهام أخرى. ثانيا، في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، ألف التعيينات، شعبان مجيد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي، أكسوم حميد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بطامنراست، يحياوي محمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف، بن مداني أحمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلة، طويبية إبراهيم محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية غردايا. ب التحويلات، غاني عفيف الوظيفة الحالية محافظ الدولة بورقلة، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالأغواط، جابري محمد الوظيفة الحالية محافظ الدولة بنعامة، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبويرة، وضحي جلالي الوظيفة الحالية محافظ الدولة ببرج بوعريريج، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية، بن حميدة عبد الرحمن الوظيفة الحالية محافظ الدولة بالمدية، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم، عمراني كمال الوظيفة الحالية محافظ الدولة بالوادي، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة، لبعير عبد القادر محافظ الدولة بأم البواقي، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإليزي، هرواجي بشير محافظ الدولة بالأغواط، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج، فصيح عمار محافظ الدولة بإليزي، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي، وهراني محمد محافظ الدولة بغليزان، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بنعامة، وبن جلول سمير الوظيفة الحالية محافظ الدولة بعين الدفلة، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت، بزاوشة عبد الحليم الوظيفة الحالية محافظ الدولة بالبويرة، منصب التحويل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان. جيم إنهاء المهام، زارة مصطفى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف، قهواجي كميلة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت، فاسي ناصر محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بطامنراس تم تحويله إلى بشار، زياني عبد الله محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم تم تحويله إلى سيدي بلعباس. إلى الحدث التربوي في يومه الثاني، حيث يواصل المترشحون للبكالوريا من النظاميين والأحرار ونزلاء المؤسسات العقابية إجراء الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية ووقائية صارمة. رياض بودربال مترشح للبكالوريا يحذوه الأمل والتفاؤل بمستقبل واعد. التقته حنان بورايو عن التلفزيون بثانوية برج البحر الجديدة. واثق الخطوة وعالي الهمة، رياض يدخل مركز الامتحان بثانوية برج البحري الجديدة، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي اغتنمها في التحضير لهذا الامتحان. بدينا ولينا ريفيزو مع اصحابنا في الدار، ولا منين داك فيك دي بروف يجي عندك بارتيكولي، ولا يعني العائله كانوا قام ساندينا، كانوا واقفين معنا يونكوراجيونا. التخلص من الارتباك والخوف يبقى شرطا اساسا للتركيز في الامتحان. كي بدا الكونفينمون هكذا كانت معلو شويه صعيبه، خلينا كلش نسينا كاع القرايه. صعيبة ريفيزيون باسكو كنا نريفيزيو في لي بيبليوتا، كنا نريحو دي جروب منا دوك اللي تيح مع انت وصاحبك ولا انت غادا تقع معاه منا، تما مكانش حاجة كبيرة، محاش ترفد حاجة كبيرة. قبيل الامتحان في توتر عادي، وهذا التوتر يسبق أي تلميذ في أي تخصص وأي شعبة كانت، وبعدها كان هناك يعني تقبل والاندماج مع الامتحان. مثل هذه الأجواء تساعد رياض وأقرانه على تجاوز الضغط النفسي وتعزيز الثقة بالنفس. التحضير النفسي للامتحانات لا يقل أهمية عن تحضير الدروس، لذا ينصح أولياء الممتحنين بتجنيبهم الضغط قبيل وأثناء الامتحان. عن كثب ليلى محمد محدود. يرافق محمد ابنته لاجتياز امتحان البكالوريا كنوع من الدعم النفسي والمعنوي. سما بريسك نتعب اكثر منها،
ماشي اللي ديرونج موديها ولا نجيبها ولا بقدر ما نخمم عليها. التركيز وفهم السؤال وأخذ مساحة كافية للإجابة وما ينصح به الأساتذة والأولياء. المرافقة تاع العائلة تاعك كيفاش؟ نورمال، مسافيني في الدار انا، متجوزين كثر مني متجوزين كثر مني لا فيغيتي سورتو مامور. كي ندخل ما نهضروش كامل على السوجي، يسخصوني برك اذا خدمت اذا ما خدمتش هذا مكان باش ما يطيحليش مورالي ايتو. دونك الحمد لله الحمد لله يا رب. واش طاح لك؟ واش راجع طاح لي بيان؟ يجيبني بابا هبطني لي سو ونجي يعطيني مصروفي ويقول لي قرا بيان سوجي، نص ساعه تاعك قرا بيان زوجي سوجي وحل، يقول لي ما تخافش تدير ثقه في نفسك. الماده اللي تفوت خلاص دوك يخمم في الشيء اللي جاي، باش نحاولوا نخفوا عليهم وما نضغطوش عليهم باش نفسيا يعني يكون مرتاح. رانا نقوله لهم بدون توتر بدون ضغط، عندهم امتحان يدخلوا يديروا الامتحان ويخرجوا. هذا مكان نقول له اقرا اجتهد، وإلا كان ما نجحش كان عوام واحد آخرين تعاودي تجوزي وتربحي. الإصرار على النجاح والظفر بمقعد في الجامعة حلم يراود كل الممتحنين. بالتوفيق لكل الممتحنين. إلى ولاية بومرداس وجهتنا حيث يرصد لنا وليد قادري من عالي سيدي داود ببغلية مجريات اليوم الثاني لامتحان البكالوريا. نقل المترشحين إلى مراكز الامتحان انشغال عميق ومهمة ثقيلة خصوصا في المناطق النائية بالنظر للإجراءات الوقائية المتعلقة بنقل الممتحنين في ظل جائحة كورونا. لنتابع. كمعظم الممتحنين في هذا المركز ببلدية سيدي داود النائية، تقطع التلميذتان سهام ورحمة مسافة طويلة عبر الحافلة للوصول إلى مكان الامتحان، ويحذوهما العزم على نيل البكالوريا. يجي في الوقت، يجيبونا، متوفر وسائل النقل كاينين، ما كاش تلاميذ اللي يجوا روطار ولا يعطونا يديرونا جال لي بافات تباعد. احترمنا كامل الاجراءات الوقائيه وهما كانوا معنا ملاح. جينا من البلديه تاعنا شويه بعيده مي جينا وفرنا النقل، وتان هناك البروتوكول التجريبي بون شغل والفنا شويه باسكو البارح تان طبقناه، وندخلوا يديرونا لو جال يعطونا لي بافات وان شاء الله ربي يوفقنا كامل. الساعة 7:30 صباحا كل التلاميذ وصلوا إلى مركز الامتحان بعد أن سخرت كل الإمكانيات لعملية نقل منظمة ووفقا للشروط الوقائية من فيروس كورونا. يأتون من 3 مناطق بعيدة، منطقة تورقة، منطقة بغلية وجبال منطقة سيدي داود، إلا أن بتنسيق مع كل السلطات تم توفير الوسائل الحافلات لنقل التلاميذ من قراهم إلى هذه المؤسسة. امتحان هذا الصباح كان في مادة الرياضيات، فما رأي التلاميذ في الأسئلة؟ كناش نستناو سوجي كيما هذا، شغل كاين بزاف ما قدروش يخدموا فيه. انا وحده ما جاوبتش بزاف على لك. المعنويات كانوا حبطوا لنا الصبح شويه، ان شاء الله نعاودوا يطلعوا في الماده تاع المساء. هي بكالوريا في ظرف استثنائي وفي المقابل جهود استثنائيه خصوصا في المناطق النائيه لتوفير كل ما من شأنه انجاح هذا الحدث. ومن تورقة وبغلية إلى النعامة، وسط ظروف تنظيمية محكمة وتدابير وقائية تتواصل بولاية النعامة امتحانات شهادة البكالوريا. العينة من المركز الجديد بالمنطقة الحدودية عين بن خليل مع مصطفى بن دهينة. ولاية النعامة إلى غاية الموسم الدراسي الماضي كان المترشحون لشهادة البكالوريا من منطقة الظل عين بن خليل الحدودية يتنقلون على مسافة تفوق 70 كيلومتر لاجتياز الامتحانات. أما اليوم فهناك الجديد. يتم فتح لأول مرة المركز الجديد على مستوى منطقة بلدية حدودية اللي نعتبرها من مناطق الظل. الحمد ربي على اللي طول المركز هنا في عين بخليل. كنا نعاني في التنقل إلى دائرة المشرية، واليوم الحمد لله لقد قاموا بفتح مركز. كوني ابن المنطقة راني حاسب هاد الوقفة اللي وقفوها معنا الطاقم الإداري. اليوم فرحانين، كل فرح وكل سرور. هو مكسب تاريخي يدخل في إطار تسهيل مهمة التنقل ووضع كل الإمكانيات اللازمة من أجل إنجاح هذا الامتحان المصيري. ونحن اليوم متواجدون على مستوى بلدية عين بخليل
وهي بلدية ومنطقة حدودية، وأيضا تدخل في إطار متابعة ومساعدة مناطق الظل. عدد المترشحين للمركز 100 مترشح تقريبا في كل الشعب العلمية والأدبية وأدب وفلسفة. بكالوريا 2019-2020 تحققت فيها الأهداف التربوية بهذه المنطقة النائية، ومعها تحققت أمنية ثانوية المجاهد الراحل أحمد جرين. ماذا عن أسئلة بكالوريا 2020؟ إنصاف بوخالفة رصدت انطباعات الطلبة. الساعة الرابعة والنصف مساء، الطلبة بدأوا يتجمعون رفقة زملائهم عند باب مركز الامتحان، يتباحثون كيف كانت إجاباتهم، أين أخطأوا وفيما أصابوا، فقط للاطمئنان. كان سهل، داروا لنا جو مليح وعطاو لنا دي كيسيون ساهلين، تما ريبوندينا بيان. ماتش داروا شويه واعر، صح واعر، وما كناش نسناو هكذا، كيما باغ اكزومبل كنا نسناو عدد مركب يطيحوا ايتوما طاحوا، شغل كنا كاع لا بليبار كانوا يسناو فيهم، سينون اونجلي سافا مليح. مات كان شغل في المعقول، ما ساهل ما صعيب، بصح شغل تاع اربع سوايع سوا شغل الواحد كابابلي بيردي شويه طون هكذا ولا هكذا يروح للتمرين نورمال ما يدير. اونجلي دوكا راك تشوف هذا دخلنا هذا ونخرجنا سامبل. متناويه نورمال في متناول الجامع، يعني ماشي صعبه، تعتمد على الفهم لا كومبريونسيون، ماشي على بزاف الحفاظه، ومواد اساسيه نورمال في المستوى. تباينت انطباعاتهم حول الاسئله، غير ان الاكيد ان مصدرها واحد، المقرر المدرسي الذي لقنا بالمؤسسات التربويه. عاونونا ما دارولناش كلش، تروازيام تري ما دخلش كامل، مام دوزيام ما درناش منه بزاف، دارونا الاول ركزونا على الاول، دارونا في السهلين كاع نقدروا نيبونديو عليهم. العام كامل احنا في ستراس وكان في صحه فينالمون الحمد لله. دارونا واش قرينا ما درناش عفسه واحد اخرى، ولي كيسيون كانوا يعني واحد اللي قرا يجاوب. بعد كل امتحان ارتياح اكبر ينتاب الجميع، وخوف يتلاشى عند الطلبه والاولياء، فنصف المسافه تم تخطيها ولم يبقى الا القليل للحصول على شهاده البكالوريا، والامل في النجاح بالتفوق. بالتوفيق لكافه المترشحين بحول الله. أصدرت المحاكم اليوم عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها. في هذا الإطار أصدرت محكمة حاسي بحبح بالجلفة في حق المتهمين راء ميم وراء فاء عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,000 دينار مع إصدار أمر إيداع، وبالجلسة لقيامهما بتسريب موضوع امتحان مادة اللغة العربية والإجابة عنه. كما أصدرت محكمة بسا ضد المتهم صاد سين عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100,000 دينار مع الأمر بإيداعه في الجلسة. كما أصدرت محكمة العوينات ضد المتهمة حاء خاء والمتهم حاء واو عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 50,000 دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة. وفي محكمة الأغواط صدرت ضد المتهمة قاف نون عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها 100,000 دينار، كما تم الحكم بقصر الشلالة بتيارت على المتهمين تاء فاء وزاي راء بالعقوبة نفسها المذكورة. كما قضت محكمة ودرهيو بغليزان على المتهم ميم ميم ألف بعقوبة الحبس لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 100,000 دينار. وفي السياق نفسه تم وضع المشتبه فيه شين ميم بالمنيعة تحت نظام التوقيف للنظر، وتبقى التحريات متواصلة بشأن الأفعال الإجرامية المماثلة التي تم التعرف على مقترفيها في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. هذا وتعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وكذا فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر كامل التراب الوطني تعمل بفضل يقظتها المستمرة والدائمة ليلا ونهارا على تتبع مثل هذه الأفعال ضد ضمان جريان امتحانات البكالوريا في ظروف حسنة، وقد سمحت تدخلاتها بالحد من عدد هذه الحالات. ويجب التذكير أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع الأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020 على قانون العقوبات، حيث تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 1,500,000 دينار. أصدرت مديرية التربية لولاية طبن راست بياناً بخصوص إقصاء الطالبتين المترشحتين لامتحان البكالوريا.
مؤكدة أن اتخاذ إجراء الإقصاء يأتي تطبيقا للقانون بسبب حضورهن المتأخر على الساعة 9 صباحا إلى مركز الامتحان المفتوح على مستوى ثانوية بشير شيهاني وعدم حضورهن امتحان مادة اللغة العربية. هذا وقد وصلنا بعد فتح أغلفة الأسئلة وتوزيعها على المترشحين علما بأن مقر سكن المترشحتين يقع على بعد 200 متر من مركز الامتحان. حان الآن موعد آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لعاصمة الجزائر وما جاورها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إعادة مركب الحجار إلى سكة التنمية باستعادة دوره الريادي بعيداً عن تجاذبات السياسة، والمرتكز في هذا وعي العمال والمسيرين باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد. فرصة ثمينة لبعث صناعة ثقيلة، تقول وردة عوفي. مصنع الحجار الذي لطالما وصف برمز الصناعة الثقيلة بالجزائر يحتاج اليوم إلى استعادة موقعه ليكون قاطرة العديد من الاستثمارات الاقتصادية المكملة كالصناعات التحويلية وغيرها. أموال ضخمة ضخت على مراحل وسنوات كاستثمارات وإعادة للتأهيل، لكنها لم تحقق نجاعة اقتصادية، بل وظل المصنع يتخبط في مشاكل جانبية جراء التسيير الفوضوي وعوامل أخرى تغلب فيها القرار السياسي على المردودية الاقتصادية.
وضع استدعى الحكومة إلى ضرورة وجود الآليات الكفيلة بوضع حد لهذا التسيب وإعطاء فرصة للقائمين على المصنع والعمال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. جينا بإعادة الاعتبار للاقتصاد، إعادة الاعتبار للمصداقية، إعادة الاعتبار للعمال، إعادة الاعتبار للإطارات، وهذا هو الهدف، هو هذه الثقة. ثقة ليست في مجرد الكلام، هي في العمل. ولكن الثقة هذه لازم احنا كي نعطيكم ثقة انتم مثلا لازم تثقوا فينا، لأن هذه هي نيتنا، سواء السيد رئيس الجمهورية ولا الحكومة. نحن من إعادة إعطاء ديناميكية جديدة لاقتصادنا ولبلدنا. وكان أول قرار إعطاء الوزير الأول خلال الزيارة التفقدية الذي قادته إلى مصنع الحجار إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 والذي لم يشتغل منذ 2009 وشروع في استغلال بقايا المواد الحديدية المكدسة والتي تغطي احتياجات المركب لمدة 6 أشهر. الوزير الأول أكد أيضاً أن بعث صناعة حقيقية يعتمد على منطق اقتصادي معادلته الكفاءة وروح الانتماء والابتعاد عن التسيير الإداري البيروقراطية. نبقى في المنطق الإداري ما نجحوش، لازم منطق اقتصادي، منطق نتاع لازم كي ندير مصنع لازم باش نستفاد وتستفاد به الوطن. هذا هو المنطق اللي لازمنا نوصلوا، التسيير وثم التسيير. المانجمنت، يعني قلت لكم لو ديفلوبمون ماهوش المصانع فقط، لكن هو تسيير هذه المصانع لأهداف محددة ومسطرة. الآن الدولة لازم ماهيش هي اللي تكفل بكل شيء، لازم المسيرين، لازم المؤسسة سي لونتربريز هي المركز والعمود الفقري تاع الاقتصاد. لازم تشجعوا الشريك الاجتماعي أولا باش يفهم المنطق الجديد نتاع الاقتصاد، وثانيا باللي عندما المصنع ينجح هما اللي ينجحوا معه، وعندما المصنع يخسر هما كذلك يخسروا. هي ربما الفرصة الأخيرة لمصنع يعتبر رمزا للاقتصاد من جهة وممتصا لأموال الخزينة العمومية من جهة أخرى، فهل سيستغل القائمون على الحجار هذه الفرصة بعدما انتهى عهد استغلال الاقتصاد في المعادلات السياسوية؟ أكد اليوم رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة للقناة الأولى، أكد فنيش أهمية التعديل الدستوري مبرزا المكاسب التي جاء بها هذا التعديل. الإعلان عن تاريخ الاستفتاء ليكون يوم 1 نوفمبر الخالد يفرض علينا كمواطنين التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي. يجب علينا كمؤسسات وأفراد أن نقف إلى جانب السيد رئيس الجمهورية الذي ورغم التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا إلا أنه أبى أن يمضي قدوما لإنجاز التحدي والوعد الذي قطعه على نفسه أمام الشعب بتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء في ظرف وجيز أقل من سنة من تاريخ انتخابه. وتحسبا لهذا الموعد عقد اليوم لقاء تنسيقي بين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ورئيس سلطة الضبط السمعي البصري محمد لوبير، وذلك تحضيرا للاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر في الفاتح نوفمبر القادم. عقب هذا اللقاء الذي جرى بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد شرفي أن سلطة الضبط السمعي البصري لها دور ومسؤولية مشتركة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الاستفتاء الشعبي، لذا جاء عقد هذا اللقاء التنسيقي الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول المشاريع المشتركة بين السلطتين وفق ما يقتضيه القانون. وكشف شرفي أنه سيتم لاحقا عقد لقاء تقني بين الهيئتين للتشاور حول الجوانب التي تحكم الحملة الانتخابية لهذا الاستفتاء الشعبي ودور وسائل الإعلام السمعية البصري خلال هذه الحملة، مبرزا أن هذه الأمور طبيعية ويضبطها القانون ولكن يجب توضيحها. وجدد المسؤول جدد حرص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضمان السير الحسن للاستفتاء الشعبي القادم مثلما تنص عليه القوانين في هذا المجال. هذا إذن وفي إطار تحضيرات قطاع الاتصال المتعلقة بالاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، تتجند وسائل الإعلام العمومية في حملة واسعة النطاق لشرح وتبسيط مضامين مشروع تعديل الدستور، وهذا على ضوء توجيهات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد على دورها في إنجاح هذا الموعد. المتابعة لزكريا مهوبي.
التحسيس بأهمية الموعد الانتخابي وشرح وتبسيط مواد مشروع الدستور هو ما تركز عليه وسائل الإعلام العمومية. المؤسسة العمومية للتلفزيون ووفق خطة عمل مدروسة تضع المواطن في صورة مضامين مشروع الدستور عبر الأخبار والحصص، مع استغلال منصات التلفزيون على الإنترنت باستهداف واسع لمتتبعي وسائل التواصل الاجتماعي. وبدورها الإذاعة الوطنية تعول على شبكتها من إذاعات محلية ووطنية لتقديم خدمة عمومية تراعي خصوصية المرحلة. الدور تاعنا واضح، دور مهم كذلك جدا، اللي هو شرح المادات المختلفة، المادات الجديدة، المواد اللي تدخل، اللي دخلت وراح تدخل إن شاء الله في اللي موجودة في مشروع الدستور، فيما يخص الحريات العامة، ليبرتي بوبليك، فيما يخص توازن بين السلطات، فيما يخص قضايا كما مكافحة الفساد. هذه المرحلة الأولى تاع الشرح. المرحلة الثانية اللي هي التحسيس، تحسيس المواطنين بصفة عامة إلى عمق الجزائر، تحسيس الجزائريين ككل حول أهمية هذا التصويت، أهمية التصويت. ورقة عمل وكالة الأنباء تستند على ثقل الوكالة في المشهد الإعلامي والوعي بأهمية الحدث السياسي. بالنسبة لنا أعتقد أن المرحلة الأولى هي أهم مرحلة، هي الشرح وتعميم المواد الدستور، ما هي خاصة الإضافات اللي قدمناها الاقتراح تاع الدستور هذا اللي راح يكمل تعديل الدستور اللي راح يصوتوا عليه. جندنا حوالي 100 صحفي، عندنا ستة العربي، الفرنسي، بالإنجليزي، بالأمازيغي بالثلاث أحرف، يعني الحرف العربية والحرف اللاتينية والحرف التيفيناغ. إذن كذلك نوصل الخبر من خلال هذه المواقع الإلكترونية. أما جريدة الشعب وبخصوصية الصحافة المكتوبة فستعمل على شرح مواد مشروع الدستور بالاستعانة بالأكاديميين. واضح أنه الثقل أو العبء الأكبر سيقع على وسائل الإعلام كما قلتم، لأنه الأوضاع الصحية لا تسمح بتنظيم تجمعات كبرى. نحن في جريدة الشعب لدينا الجريدة ولدينا موقع اسمه الشعب أونلاين، ولدينا صفحة فيسبوك، ولدينا حضور على اليوتيوب وعلى شبكات أخرى للتواصل الاجتماعي. طبعا سنشرح كل الأساسيات الدستور الجديد وأبعاده، خاصة بناء دولة جديدة وإنجاز المشروع الوطني مشروع أول نوفمبر. وتحرص وزارة الاتصال على تنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق من أجل التحسيس بالتحديات السياسية لهذا الاستحقاق الانتخابي. هذا وكذا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحيمر في حوار خاص بوكالة الأنباء الجزائرية أكد أن النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة بشكل مباشر يشرك الفاعلين الأساسيين كلا في نطاق الدور المنوط به قانونا، أولا المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، ثانيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وثالثا سلطة ضبط السمعي البصري. وتتدخل وزارة الاتصال هنا وفق للصلاحيات المخولة لها، إذ يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال. من جهتها تطلع سلطة ضبط السمعي البصري بمهمتها في السهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة، خاصة عن طريق الحصص السياسية الإخبارية والعامة. أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي مكلفة بتحضير الانتخابات وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها بما يتضمن في جميع المراحل، جانبا جليا يتعلق بالاتصال، حيث تقوم السلطة بتحديد أماكن تعليق الملصقات وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية، والتوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري، وتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية. ويتناول هذا الحكم المنافسة بين المترشحين، وهو ما لن يكون في حالة الاستفتاء المقبل، وبالتالي هنالك بعض التكييفات التي لابد من القيام بها.
وزير الاتصال أكد أن الرهان البيداغوجي للحملة التي ستنطلق مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة جلي وواضح، إذ يستدعي كافة الفاعلين السياسيين والجمعويين وحتى الأكاديميين لفتح نقاش واسع ومتعدد وشامل حول مشروع تعديل الدستور. وبهذا فإن التغطية الإعلامية للاستفتاء الشعبي ستتركز على 4 محاور، وهي الشرح والتبسيط والتحسيس وسير الاستفتاء وردود الأفعال. وستتضمن حملة شرح وتبسيط الاقتراحات التي وردت في المحاور 6 لمسودة المشروع الحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، وكذا استقلالية العدالة واستقلالية المحكمة الدستورية والشفافية ومحاربة الفساد والوقاية منه. والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتجدر الإشارة هنا إلى اهتمام خاص للفصل بين السلطات وتوازنها وأخلاقة الحياة العامة والطابع الاجتماعي للدولة. كما سيتم القيام بالتحسيس عن طريق تغطية الأحداث وإنجاز الحوارات والتقارير الحية المكتوبة والسمعية البصرية. وتشمل مرحلة الاقتراع التكفل ب3 حاجيات، تتعلق الأولى منها بالتنظيم والسير الحسن للاستفتاء، أما الثانية فتخص تغطية عملية انتخاب الجالية الجزائرية في الخارج والسكان البدو الرحل في الجنوب والهضاب العليا عن طريق المراسلين الصحفيين، وثالثهما يتعلق بيوم الاستفتاء وكل التغطيات المرتقبة من سير الانتخاب إلى متابعة نسب المشاركة والتقارير الحية، وآخر مرحلة هي ردود الأفعال مختلف الفاعلين أسيما المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات السياسية والخبراء والمواطنين. الناطق الرسمي للحكومة أبرز أنه فيما يخص مجال السمعية البصرية، تتوفر السلطة الوطنية لضبط السمعية البصرية على وسائل يقظة ومتابعة ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الأخلاقية والمهنية، إلى جانب الإخطارات الممكنة الواردة من الأطراف المؤهلة لذلك. أما فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والضبط الذاتي والذي سيؤسسه، فإننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة والوطنية والاحترافية وروح المسؤولية للعناوين الموجودة والمتجذرة بقوة لدى زملائنا، بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة. نبقي على سياق التحضيرات للاستفتاء الشعبي حول مشروع تعديل الدستور، حيث تم تجديد الثقة في المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا ب5 ولايات. يتعلق الأمر بسطيف، برج بوعريريج، بجاية، باتنا وميلة، وهذا بحضور نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط. أشرف اليوم العميد نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني، أشرف على مراسم تنصيب العقيد محمد أدراني قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزيرالدا خلفا للعميد بجاوي حواس. أنصب رسميا هذا اليوم العقيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزيرالدا خلفا للعميد بجاوي الحواس، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار. بعدها أشرف قائد الدرك الوطني على مراسم تسليم واستلام العلم الوطني. ليعقد لقاء توجيهيا مع إطارات وطلبة المدرسة، وليقوم بعدها بالتصديق على محضر تسليم السلطة والإمضاء على السجل الذهبي. غادرت اليوم من الجزائر السفينة الفرقاط الإسبانية ألفارو دوبافان
F-101 التابعة للمجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف الناتو SMNG-2 بعد توقف دام 3 أيام، وذلك في سياق نشاطات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني ودول منظمة الحلف الأطلسي للدفاع، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين البحرية الجزائرية وناظيرتها الإسبانية التابعة لحلف الناتو. وفي عرض البحر نفذت السفينة الفرقاطة الإسبانية بالتنسيق مع وحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية والمتمثلة في السفينة فرقاطة المدمرة 911 نفذت تمرينا تكتيكيا من نوع باسيكس، والذي يهدف إلى التنسيق العملياتي وتطوير قدرات قواتنا المسلحة. استقبلت اليوم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر إسلام بخاري. اللقاء تم خلاله عرض برنامج تطوير منظومة التكوين المهني، حيث عبر ممثل اليونيسف عن استعداد المنظمة لمرافقة هذه الجهود. وبالمناسبة تم التوقيع على برنامج عمل لسنتي 2020-2021 يهدف إلى مساعدة مؤسسات التكوين المهني. كتعاون أيضا في مجال دعم المهارات الحياتية، وهذا البرنامج مفيد جدا بالنسبة للشباب الذين يتكونون في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. هناك أيضا تعاون خاص بدعم المؤسسات التي تدعم أو تعمل على مكافحة فيروس كوفيد-19، وهناك يعني هذا الدعم سيجسد من خلال يعني أشياء عملية تقدم لهذه المؤسسات. سعيد جدا بوجودي هنا لأنها أول مهمة رسمية أقوم بها، وأول وثيقة رسمية أوقع عليها بعد تقديمي للأوراق لاعتماد لسعادة وزير الخارجية. وأؤكد هنا أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة جاهز للتعاون مع الحكومة الجزائرية من أجل ترقية الطفل ومن أجل دعم العمل الحكومي في هذا المجال. في تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فرار المستجدات بالأرقام والمؤشرات. مع تسجيل 242 حالة جديدة، يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. 21 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، وست ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، سجلنا 8 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 134 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم لحد اليوم وصل إلى 34204، منها 167 تمثل الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات 27 مريض في العناية المركزة. ستصدر محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء القادم الحكم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة. فبعد محاكمة دامت 4 أيام في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا إطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني، قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر 2020. كما ستنطق محكمة سيدي محمد بالحكم في قضية الإخوة كنيناف المتابعين في قضايا فساد مختلفة يوم 23 سبتمبر، حسب ما أعلنته رئيسة الجلسة عقب انتهاء مرافعة الدفاع. المحاكمة التي انطلقت يوم الأربعاء الفارط يتابع فيها الإخوة كنيناف بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية.
قررت محكمة القليعة بتيبازا اليوم تأجيل محاكمة كريم طابو الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد إلى يوم 26 من شهر أكتوبر القادم. وجاء قرار تأجيل محاكمة كريم طابو المتابع بتهمة إضعاف معنويات الجيش منذ شهر سبتمبر 2019 بطلب من هيئة دفاع المتهم، وهو تأجيل الخامس على التوالي. واستندت هيئة دفاع المتهم الذي يوجد تحت الرقابة القضائية في طلب التأجيل على ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة حسب ما أفاد به أحد المحامين على هامش الجلسة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن سيد محمد من تفكيك عصابات مختصة في ترويج الهيروين متكونة من 5 أفراد. المجموعة متكونة من 5 أفراد، 2 منهم من جنسية إفريقية. العملية مكنت عناصر الفرقة من حجز 100 كيس صغير من مادة الهيروين يبلغ الوزن الإجمالي 288.3 غرام، مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر ب 55 مليون سنتيم، مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 40 أورو، 6 هواتف نقالة، سيارة سياحية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. فيما يلي، خالد الذهبي يطوف بين العالم. 35 هالكا على الأقل في الحرائق المستعرة بولايات كاليفورنيا، أوريغون وواشنطن، وعشرات الآلاف من الفارين. ألسنة اللهب شكلت أدخنتها غلافا غطى سان فرانسيسكو، سياتل وبورتلاند. الاحتباس الحراري ينذر بالأسوأ لذوبان القطب الجنوبي، مؤديا لارتفاع مرتقب لمستوى سطح البحر ب 17 سنتيمترا، ومهددا 16 مليون شخص بالفيضانات، حيث خسرت غرينلاند العام الماضي 1 مليون طن من الجليد في كل دقيقة. المنطقة القطبية روفانييمي الفنلندية ترقص في سمائها سناء الشفق القطبي مع سناه أورورا بورياليس، وهو اسم الظاهرة التي تبلغ ذروة بهائها هذا الشهر. وغير هذا، البساط الأخضر تحول لأسباب لم يكشف أو يفصل فيها بعد إلى اللون الأصفر. تابع روبورتاج سيف الدين بن زرتا من وهران. من حال إلى حال تغيرت أرضية ميدان ملعب وهران الجديد لتصير إلى هذا الحال، فما هي الأسباب الأولية لتغير لون العشب الطبيعي؟ مررنا بمرحلة تم انقطاع مياه السقي، حيث تم انخفاض مستوى الخزان، حيث تم استعمال هذه المياه في السقي، وهذه المياه كانت مركزة بنسبة كبيرة بالكلور. في انتظار دخول الخبراء الاختصاصيين، باسكو هذه المؤسسة فرنسية، عندنا ديزيكسبير رام اون فرانس ماتنو، الكوفيد 19 هو اللي عطلنا باش نديكوفرو لا مالادي او مومون اوبورتان. اسباب اوليه قلنا الماء، مازال الاسباب النهائيه. ورغم عدم وجود إمكانية لالتحاق الخبراء الأخصائيين لشركة الإنجاز، إلا أن هناك محاولات لإصلاح الأرضية. لحسن الحظ حدث هذا الأمر قبل استلام المشروع. حاليا قمنا بتغيير نوعية مياه السقي باستعمال المياه الجوفية، وهذا في عينة من الملعب التي أعطت نتيجة إيجابية وعودة اللون الأخضر الطبيعي للعشب. الأمر الإيجابي هو أن العشب لم يتعرض للتلف رغم اصفراره، وفي غضون 3 أسابيع سيعود إلى شكله الطبيعي. وفي انتظار معرفة الأسباب الحقيقية، يتطلع الجميع لعودة العشب الطبيعي إلى صورته الجميلة. بقي نذكركم بأبرز محطاتنا الإخبارية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر. رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. في اليوم الثاني من امتحانات شهادة البكالوريا تقيد صارم بالبروتوكول الصحي،
وتكفل بتلاميذ المناطق النائية. وكاميرا التلفزيون ترصد الجانب النفسي لدى الممتحنين وانطباعاتهم حول الأسئلة. قرارات هامة لاستعادة مركب الحجار لدوره الاقتصادي الريادي ليكون قاطرة الاستثمارات الصناعية والصناعات التحويلية. رئيس المجلس الدستوري يؤكد أن مشروع تعديل الدستور يعد اللبنة الأساسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة. وسائل الإعلام العمومية تتجند في حملة لشرح مضامين مشروع تعديل الدستور. وزير الاتصال يؤكد دورها في إنجاح هذا الموعد. أخبارنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. تقبلوا تحيات فريق الخدمة، وخدمتنا الإخبارية مستمرة على الإخبارية الجزائرية. إلى اللقاء.